طيب خليني انا كنت بتكلم على بعض القضايا، سواء فشلنا في محو الاميه ولا فشلنا في، ده في تقديري الشخصي يعني بعيدا عن ما تعلنه الحكومه، انا بتكلم ارى انه زياده الاعداد السكان 2 مليون سنويا ده كارثه، وبقاء الاميه على 20% ده كارثه، وبقاء اهتمام المسؤول العام ده كارثه. يعني معي على الهاتف استاذنا الاستاذ الدكتور سامي عبد العزيز. دكتور سامي مساء الخير. مساء الخير يا استاذ نجأت، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفنا. ربنا يخليك حبيبي. وانت بتتكلم عن المشكلة السكانية، دعني اعبر لك عن ألمي وأسفي. هتقول لي ألم من ايه؟ هذه القضية نشأت يتم التعامل معها كما لو كانت موضة يا سيدي، وتنتهي الحوارات وكأننا قد حللنا المشكلة. صحيح. وأرجوك تراجع هذا الكلام، هتجد أن الحديث عن المشكلة يأتي في أعقاب إشارة القيادة السياسية في أي لقاء أو في أي منتدى أو في أي تجمع. هذه واحدة. أما الثانية، وأرجوك امسك نفسك من الصدمة اللي هقولها لك. هل تعلم أنه على مدار السنة اللي فاتت تم عقد ما لا يقل عن 8-10 جلسات وندوات واجتماعات شاركت فيها كل أجهزة الدولة، وانتهى الأمر بوضع استراتيجية اتصالية إعلامية متكاملة وصحية للتعامل مع المشكلة السكانية؟ سيادتك، هل لمحت، بلاش أقول حملة، هل لمحت تنويه، هل لمحت إعلان واحد عن المشكلة السكانية؟ وكل الأوراق جاهزة بدءا العمل الميداني يا أستاذ نشأت، مرورا بالتواصل بين المنظمة بين الأجهزة المعنية في الدولة، ثم انتهينا أيضا إلى وضع تصور لحملة إعلامية تسويقية متكاملة. هل سيادتك سمعت عن حرف تم تنفيذه من هذا الكلام؟ صحيح. ما حصلش. صحيح. ما حصلش. صحيح. ما حصلش. إذن السؤال يا فندم، هات لي من أول 2000 آخر حملة هفكرك بيها، آخر حملة كانت متكاملة كانت سنة 2010، وهفكرك بالشعار بتاعها لو تفتكروا، وحضرتك كنت موجود، اللي هو كان الشعار بتاعها قبل ما نجيب مولود نتأكد إن حقه في الحياة موجود. صحيح. ده كان آخر حملة متكاملة، وقامت أحداث 2011 ولم يحدث أي حملة متكاملة. نأتي بقى للنقطة المهمة. شاور لي يا أستاذ نشأت وإنت جوه المطبخ الإعلامي أكتر مني، قل لي من فضلك فين الجهة اللي تشاور عليها لها كافة الصلاحيات ولها كافة السلطات في التعامل مع المشكلة السكانية؟ لو تذكر فيما مضى كان المجلس القومي للسكان، واعتقد كان له تجارب ناجحه جدا جدا، بحكم ان هذا المجلس نشأت لديه، عايز اقول لك، بنك معلومات تفصيلي عن الوضع السكاني في كل محافظه من المحافظات، ومعدلات النمو طبعا، ومعدلات النمو باختلاف كل محافظه عن الاخرى، وعدد مراكز الخدمه وتوفر وسائل تنظيم الاسره فيها. بسأل سؤال، هل هذا المجلس له صلاحيات؟ ثم يبقى بقى النقطة الأخيرة، هو حضرتك ما انت شايف أو كلنا مش شايفين أن هذه المشكلة واحدة حقيقية أنا بسميها عارف إيه؟ شفاط التنمية. ده شفاط التنمية يا أستاذ نشأت. صحيح. السؤال بقى هل يا ترى المشكلة دي بحجمها لا تحتاج إلى جهاز مستقل لديه كل الصلاحيات يا استاذ نشأت، صلاحيات اقتصاديه، صلاحيات ماديه، صلاحات تسويقيه، صلاحات خدميه، بحيث يحاسب في النهايه يا استاذ نشأت؟ قول لي انت هتحاسب مين دلوقتي؟ شاور لي كده، هتحاسب مين؟ وزاره الصحه؟ ها؟ مع ان اسمها وزاره الصحه وليه يا فندم؟ والسكان. بعد الضلع بتاع السكان في وزاره الصحه، اين هو؟ أنا لست من أصحاب النظرة السلبية ولا السوداوية ولا المتشائمة، ولكني بيصعب عليا أن القضايا واضحة ومحددة الملامح
والحلول موجودة والأساليب العلمية موجودة، ومع ذلك على أرض الواقع لا تجد تطبيق لهذا. أليس هذا شيئا يجعلني في بداية مكالمتي قلت لك أشعر بالأسف وأشعر بالألم؟ صحيح دكتور سامي، خلينا لابد من حوار يعني موسع نتكلم فيه على قضايا متشابكة ومرتبطة ومعقدة، وبتبدأ زي ما حضرتك قلت بقلق وألم، وبتنتهي بمنطق زي ما انت قلت دلوقتي زي قضية السكان وقضية الأمية وقضية الصناعة العامة، وهذه القضايا اللي مرتبطة ارتباط وثيق بثقافة المجتمع من ناحية، وغياب الجهة أو عدم وضوح المسؤوليات المحددة لدى جهة محددة. يسعدني ويشرفني. أنا بشكرك جدا دكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة.